هذه المبادرة قبل أن تكون عملية تجارية محضة هي أولا وأساسا ترجمة لإرادة سياسية معلنة ومؤكدة من طرف السلطات العليا للبلدين، من طرف رئيسي البلدين، لتعزيز التعاون بين الجزائر وتونس. أفاقكم وانتظاراتكم الحقيقية؟ أفاقنا كبيرة وواسعة. أنا قلت لك العملية ليست عملية، ليست قطار تجاري. لا يخفى عليكم بأن النقل عموما والنقل بالسكك الحديدية هو وسيلة هامة جدا للتواصل بين الشعوب وبين البلدان، وسيلة ترابط اجتماعي ثقافي سياحي اجتماعي تجاري في المستقبل. بالتالي رهاننا كبير جدا أولا على تسهيل حركة النقل المسافرين والمواطنين بين البلدين حتى تكون الحركة سلسة ونسمح بتنقل أكبر عدد ممكن من المسافرين في ظروف مريحة بأثمان معقولة بين البلدين. هذه الأولى تعزيز الأخوة وتأكيدها وتعزيز روابط الأخوة وروابط الثقافة وروابط الجوار بين الشعبين تمر عبر مثل هذه الآليات. فالآفاق كبيرة جدا، ممكن تبدأ بهذا القطار، تبدأ بتنقل المسافرين، فيما بعد إن شاء الله لتنقل حركة بضائع بين البلدين وبين المتعاملين الاقتصاديين البلدين. تجربتكم في سفرة البارح كيف كانت؟ رائعة جدا، يعني على المستوى التقني تعرفوا اسمه قطار تجارب لم يكن مفتوحا للمسافرين المواطنين، كان لازم نعرف من خلال هذا القطار بتركيبته المستقبلية كيف ستكون الانفراستركتور الهياكل القاعدية، كيف تستجيب لحركة القطار خاصة في المقاطع التي لم يسير فيها القطار منذ سنوات طويلة، في أشغال شرعت فيها الشركتين مصالحها المكلفة بصيانة الهياكل القاعدية بين الشركتين، شرعت في أشغال استعجالية وضرورية. وأنا نحيي كل العمال اللي راهم في هذه الظروف الصعبة قاعدين يعني في الميدان يشتغلوا على تذليل الصعوبات الموجودة في الميدان أمام مرور سلس للقطارات وتسير يعني المرور في أحسن الظروف. التجربة كانت رائعة. أنا تسمح لي نتوجه أولا بالشكر الجزيل للاستقبال الكبير. احنا نقول نعم. كيفاش كانت نتائج اجتماعكم مع إدارة المنشأة؟ لا كبيرة، اجتماعاتنا باش تعرف ماهيش مليون، اجتماعاتنا الشراكة مع الشركة التونسية يعني موجودة قديمة في بروتوكول تعاون تم الإنضاء عليه شهر ديسمبر الماضي بين الشركتين، لا يخص فقط نقل المسافرين، يخص أيضا الشراكة في الصيانة في التكوين في تكوين الموارد البشرية في صيانة الهياكل القاعدية. فالشراكة متينة، استقبال كان أكثر من الأخوي، يعني في كل مرة يكون أجمل وأروع وأرقى. أنا كصحفي جالب التونسي ما حابش يعطيني لا سعر التذكرة ولا حاب يعطيني حتى موعد الانطلاق، قالوا احتراما للأخوة الجزائريين مش هم لا احنا مازال لأن مازال ترتيبات جارية، فيه بعض الأشغال البسيطة اللي لازم تكمل، السعر أيضا فيه عمل يتم بين طرفين. المهم بأن السعر يكون في متناول المواطن ويكون تنافسي ويكون سهل. شفتوا العربات يعني مريحة باش المواطن من تونس نحو الجزائر ومن الجزائر نحو تونس يسافر في ظروف مريحة ويتنقل في ظروف مريحة وبثمن معقول جدا إن شاء الله.